المهم صلاة العشاء وقعنا واحد الحديث، الحديث علمنا به الصباح السلطات المعنية ليديك من علمناهم جاو شافوا داك الشيء وضربوه بسلسة ورا العشاء بداك خدام داك الشيء بحال القرطاس ما نكذبش عليك. أمي كانت لداخل وكل شيء كان لداخل خارج الوالدة دابا راه ما عرفناها واش عيا ولا ميسرة بيساعد الجيران وأنا راه كنطفي طفونا الجيران ما جاتنا ليديك على واحد الساعة ونص اللي حضر الاول هو هما الرجال ديال المطافي حضروا الاولين قالوا ما عندنا ما نديروا حنا كنعيطوا لهم جاو رجال المطافي ديك الساعه في عين المكان جاو تبعوهم على ساعه ونص عباش تبعاتهم ليديك عباش جات السلطات جا رئيس جا القيد وجا الكوميسير وجاو دوك صحاب الصقور دوك صحاب مطار ديتياس المهم راه قاموا باللازم ديالهم ولكن اللي تعطلت علينا هي ليديك بقينا مضرينا بزاف شريتنا عافيه في الحيط انا داك الشيء راه باين راه الحيط راه باين وهذا مكان والله يهديهم علينا وصافي المهم راه توقعت الواقع يا عمي راه سخف هضره ما عرفنا واش حيه ولا ميته راه بيزعج الجيران نخرجهم من الشرجم هادشي اللي وقع علينا شكون اللي طفى العافيه؟ طفى العافيه طفينا انا بعدا انا ولد مول الدار انا اللي طفيت العافيه والجيران معنا هما اللي طفينا العافيه بالرمله واش ما قال لك حنا ما عندناش الحق باش نقطعوا لكم الضوء خصنا سمي تقني في الضوء غادي يحيد لنا هذا الشيء قال لكم ما بقاو ما عطاونا دوك الغازات قال لك لا ما غدير والو معاه فيها الكومبريسون واش فيها الماء ولا فيها شي حاجه خافوا المهم ربعوا يديهم والجيران وانا ولد مول الدار كنطفيوها راه ما طفيناها حنا ما جا وليدي حتى اللي عطى الله عطاه علاش هاد القنت محقور هذا؟ حنا راه دابا راه الحريق هذا راه بدا مع الصباح كيدير بحال السدور وعلمناهم وجاو ومشاو سلتوا لينا ما بقيناش شفناهم ما شفناهم حتى صلاة العشاء وانا تزيرت وجيت مولف نصلي التراويح كاملة ما صليتهمش من جيت لقيت اللي عطى الله عطاه امي باقا لداخل ومرت خويا باقا لداخل عباش خرجناهم حشومة هادشي اللهم هذا الا منكر راه ما جاونا على ساعتين ولا ساعة ونص عباش جاونا انا راه كنت في الجامع جيت كنسمع دارنا بحال فرقة نبوذ